كنت عايزة أسأل، هو ليه هبة طواجي اللي كانت ابتدت تعمل لنفسها صوت وابتدت تعمل لنفسها تواجد تشارك في The Voice وهو للهواة والمبتدئين؟ صحيح لما كانت بتشارك في The Voice فرنسا أو النسخة الفرنسية كنا كلنا وراكي وكنا مبسوطين قوي بوصولك وتدرجك لمراحل نهائية، إنما ما كنتش فاهمة يعني إيه اللي يخليكي تبقي في موقف كممكن مباراة. كبريائك مباراة. كبريائك يمنعك ان انت يعني تخوضيه. اوكي، هلا انا شاركت بذا فويس فرنسا بال 2015، يعني عم نحكي من 8 سنين. اكيد من 8 سنين انا كان عندي سبق وعندي ألبومات وكنت موجوده الى اخره، وكنت مغنيه على مسارح كثير مهمه بلبنان وبالعالم، ومحققه كثير اشياء على الصعيد الفني مهمه وعلى صعيد المسرح الغنائي، يعني بطولات مسرحيه غنائيه من امضاء الرحابنه يلي يعني يلي هو مفروض يكون هيدا الريفرنس المرجعيه. بس انا وقت اتصلوا فيي من برنامج ذا فويس، هن اللي اتصلوا فيي وعرضوا علي المشاركه بالبرنامج، انا اوتوماتيكلي اول جواب اعطيتهم اياه كان نو no. انه اكيد لا، ما رح شارك ببرنامج وانا صار لي عندي سبع سنين بغني وعندي البوم وعندي حفلات لاخره. بس فكرت هيك، قال لي يلي عم يحكي معي على التليفون يعني الكاستنج دايركتور، قال لي ما رح اخذ جوابك هلا بعين الاعتبار، رح خليك تفكري ورح ارجع اتصل فيكي. كنت انا عند اسامه، قلت له اسامه خلينا نفكر بهذا الموضوع شو رايك. صرنا نفكر، انا بوقتها كنت صح عندي اسم بالعالم العربي، بس انا كمان بحب الموسيقى الغربيه كمان، وبحب انه يكون عندي تجربه بالموسيقى الغربيه ويكون عندي فرص كمان على صعيد العالم الغربي. فأنا فكرت بـ The Voice مش لـ The Voice أو للبرنامج، فكرت ما بعد The Voice إنه شو ممكن هالبرنامج يفتح قدامي آفاق جديدة ويعرفني على جمهور جديد ما بيعرفني، علماً إنه برنامج The Voice في ناس بيعتبروه برنامج للهواة، بس هو برنامج للأصوات. فيك تكوني بروفيشنال وفيك ما تكوني بروفيشنال، وفي كتير من التجارب يعني كتير فنانين حتى في العالم العربي كانوا عارفين. لا بس اكثر بفرنسا شرحي قصه انه في ناس عندها البومز وبينزلوا، مش مثل في فرق بمفهوم ذا فويس بالغرب وعند العالم العربي. عند العالم العربي دائما مسابقه، هونيك بيسوى واحد يرجع يطلق حاله، يعني في ناس عندهم البومز، هون غير شيء، كان بدهم انه حدا من الشرق جاي عنده هالبعد المختلف تماما. وصابت انه هذا النجاح عنده، يعني ما كان عندها هالخوف، كان عندها اكثر حماس انه افاق جديده، عالم جديد، تجربه جديده، وهي اللي انتجت نوتردام دو باري وانتجت الادن وانتجت كثير من الكونسرتس وكثير دواتس بالعالم مع كثير من الناس. يعني اللي البعض ممكن يعتقد خطا من هبه ان هي تشارك في البرنامج بعد ما كان لها اغنيات خاصه بيها، على ارض الواقع هو ده اللي جاب تواجدها مع ديزني، مع يعني خطة عالمية طبعا، عقود يعني عالمية أكيد. يعني هي اصلا وقت اللي اشتركت بالاول في كان مثل ما عم بتقولي فريقين، اذا فينا نقول ناس كانت مع وناس ضد، بس وقت اللي شافوا المشوار اللي انا مشيته بذا فويس لانه وصلت على النهائيات، وقديش الميديا العالمية الغربية الفرنسية غطت مشاركتي وسلطت الضوء عليها، ومن بعدها اجا اعمال عالميه مثل مسرحيه احدى بنوتردام وديزني الى اخره، هون ساعتها فهموا انا شو كنت حاطه براسي. انا كنت عم فكر بما بعد ذا فويس. لما اتكلمتوا على المسرحيه انا ادركت انتوا ليه شاركتوا في ذا فويس، ان ده كان سؤال يعني واقف ومحير. انا دغري من اول بيرفورمانس في ذا فويس، يعني باول ليفل يلي هي البلايند اوديشنز، اول ما نجحتهم ثاني يوم اجا تليفون مسرحيه احدى بنوتردام. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.